بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. عادة الآية التي تزين بها مجالس الحج، وعلى رأس هذه الآية الآن مكتوبة أمامكم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية فيها نقاط التدبر والتأمل، كيف يحج الحاج وهو لم يلم بأسرار هذه الآية. أولاً كلمة ولله على الناس، ابحث في القرآن عن موارد لله، كم ما هي مصادقها. في آية الحج رب العالمين يقول: ولله على الناس حج البيت. أنا أطلبكم هذا المعنى. الرزق أنتم تطلبونه، الرزق مناسب لمزاجكم، ولكن الحج، وفي الحج ما تعرفون من التعب، أنا ألزمت عليكم الحج. أنا أسألكم بالله عليكم، مستويات الثقافة في المجلس مختلفة، من متخصص وغير متخصص، إذا قال كريم من الكرام، من كرام الدنيا، قال مثلا: أنا ألزمك غدا بالحضور إلى بيتي، لي عليك أن تأتي إلى المنزل. يعني هذا الذهاب جزافي ليس فيه خاصية. أم يعلم من كلام الكريم أن هناك جائزة لا تفوتك. لو قال مثلا على الكريم: تعال لي الساعة الواحدة ليلا، وهو يعلم أنك متباطئ متكاسل، يقول: ألزم عليك الحضور. يعني إذا لم تحضر ستخسر خسارة كبيرة. إذن هذه الآية فيها إشارة، القرآن فيها إشارات وعبارات، العبارات للعوام والإشارات للخواص. كأنه، كنوا معي جيدا، أنا أقول كأن الله عز وجل يقول: تعال إلى بيتي، أنا ادخرت لك الجوائز الكبرى عند البيت. راجعوا روايات الحج والعمرة، أدنى ما يرجع به الحاج من سفر الحج المغفرة، هذا مسلم. وأنت تخرج من مكة إلى جدة للمطار، هذه الرواية مكتوبة في الطرق، رواه الفريقان. الحاج عندما يرجع من الحج يقال: استأنف العمل، كأنك اليوم ولدت من جديد. هذه مزية هينة. إنسان عصى ربه 60 سنة، بعض الحجاج عمره 60 و70، 60 سنة من المعصية، وإذا الإنسان يرجع كيوم ولدته أمه. هذه مزية هينة. لو أن الناس يعلمون مزايا الحج لرفعوا السلاح أمام هيئة الحج والعمرة، تقاتلوا عليها. ولكن الناس يتقاتلون على الأباطيل. نعم، لو علم الإنسان ما في الحج عمل ما عمل. المهم، هناك في بعض البلدان سفر الحج متيسر في كل سنة. يقول: لما لا تذهب في كل عام؟ يقول: ليس عندي من المال. والمال الذي صرفه على الباطل لو جمعه طوال العام لحج في كل عام. هذا الإنسان كم هو خاسر، يفوت على نفسه الحج. رأينا بعض سائقي الأجرة في مكة، نقول له: يا فلان، متى عهدك بالكعبة؟ يقول: منذ سنوات وأنا لم أدخل المسجد الحرام، وهو داخل مكة. نعم، البعض هكذا.
إذن ولله على الناس، يعني رب العالمين يقول ألزمت عليك الحج لأعطيك الجوائز، وإلا رب العالمين الذي ينتفع من حجتنا. السؤال الثاني في الآية، لماذا رب العالمين قال ولله على الناس حج البيت؟ الحج لغة القصد، يعني نحن نذهب من هذا المكان إلى مكة نقصد البيت، والبيت له شعور. الآن كل شيء يسبح بحمده، حجارة الكعبة كحجارة البصرة كلها حجارة. صحيح تلك ذلك الحجر مقدس لانتسابه إلى الله عز وجل، ولكن كيف الإنسان يقصد حجراً يقصد بيتاً؟ هنا بتعبير أهل اللغة، بتعبير أهل العربية، هناك مضاف محذوف يدل عليه السياق. اقصدوا رب البيت للبيت، فليعبدوا رب هذا البيت. الذي يذهب إلى الحج ولا يصل إلى الله عز وجل، وصل إلى الكعبة لم يحقق الحج الإبراهيمي. إن شاء الله في فرصة من الفرص نتناول حديث الشبلي إمامنا زين العابدين عليه السلام، كيف شرح المواقيت والنسك. في آخر الحديث يقول: ما حججت أيها الشبلي إذا لم تحج كما أقول لك، هذا الحج ليس بحج. سقط عنك التكليف، كما يقال فرق بين الإجزاء وبين القبول. أنا عادة أجعل حديثي في ضمن النقاط لأن لا ننسى. أولا، بعض من الإخوة في المجلس لعله هذا العام ليس بناول للحج، وهنا أيضا إشارة سريعة، في شهر رمضان ماذا كنت تقول في الدعاء؟ وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. قد يقول قائل: أنا يائس من الحج، القرعة لم تخرج باسمي، ليس عندي مال، ليست عندي إجازة، أي طلب من هذا؟ تقدم الطلب، يعني يا رب أنا مشتاق إلى بيتك، إن لم تكتب لي لمانع هذا الشوق في قلبي. الحج تأجل، الحج غير ميسور، وإلا الشوق في محله. الأم عندما تتصل بولدها في بلاد الغرب أو الشرق، هي تبدي أشواقها وهو يبدي شوقه. إذن إبداء الشوق أمر في محله. قل: يا رب أنا مشتاق إلى ذلك المكان، تلك المواقف العظام إلى آخره. إذن الذي لم يحج، ما المانع أن يكون في جمع الحجاج؟ الآن البعض منكم نوى الحج والبعض لا حجة لهذا العام، ولكن قلبه مرتاح أنه في جمع الحجاج والمعتمرين، هنيئا لمن رزق. وبالمناسبة الذي خرجت القرعة باسمه، ليعلم أن هذه القرعة أجريت في السماء قبل الأرض. أنت دعيت إلى ضيافة الله، هذه القرعة البشرية ذريعة، اليد التي استخرجت اسمك من الكأس أو الصندوق هذه اليد مسددة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اشكر الله على هذه النعمة، لا تقل حظ نصيب، هذه القرعة بإشارة من السماء. المهم، ومن لم تخرج القرعة باسمه يطلب من الله عز وجل أن يمكنه في العام القادم. المهم، حديث الحج حديث ممتع ومفيد للحاج وغير الحاج. هذا أولا. في موسم الحج الحجاج يتعبون ويعملون، وبعض الناس في خارج الموسم
كأنه غير معني بعشرة ذي الحجة، غير معني بيوم عرفة، غير معني بليلة العيد، وغير معني بيوم العيد. هذه خسارة. الآن أحذركم أيها الحجاج والحاجات بالله عليكم، من اليوم هندسوا أنفسكم وبرمجوها ليوم عرفة. كيف في شهر رمضان من أوله تستعدون لليلة القادر؟ وهذه دعوة أقولها لكم، من شاء فليعمل، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. قبل الحج بأربعين يوم اجعل لنفسك أربعينية التزكية. حاول أن لا تأكل إلا حلالاً، ابتعد المشتبهات، إن كنت تغتاب بين وقت وآخر اترك الغيبة، إن كنت في المعاملة تقسم باطلاً اترك القسم، إن كنت تنظر إلى الحرام اقطع الحرام. 40 يوم هيئ نفسك للحج. يقال قبل أن تنعقد نطفة مولاتنا الزهراء عليها السلام، رب العالمين أمر نبيه بسلسلة من الوصايا. عندما يراد أن تنعقد نطفة هذه الزهراء النورانية لابد من مقدمات. قبل موسم الحج أيضا، إن كنت غضوبة تبعات العباد، نتمنى كل الحجاج في المجلس يذهبون الليلة للمنزل، خذ ورقة وقلم، النصيحة لوجه الله: الديون المالية، رد المظالم، مجهول المالك، الأخماس المتأخرة، هذه كلها صفوها قبل الحج. من يذهب للحج وهناك من يدعو عليه، هذه الحجة كيف تقبل؟ ظلم أحدهم بكلمة بفعل قبل الذهاب للحج، نعم صف الحسابات مع المخلوقين. قد تقول فيها ذلة فيها وهم، لا اتفاقا، قبل الذهاب للحج لو أن أحدنا تواضع وقال لأحدهم: أبرئني الذمة، أنا مقدم إلى الحج، هذا المعنى يقبل منه، لا يحمل على التذلل، يحمل على التواضع والتقوى، أنا عازم على الحج، آذيتك بشطر كلمة، صف الحسابات الخالقية والمخلوقية. إذن المؤمن قبل الذهاب إلى الحجة هذه يهيئ هذه الأمور ليكون حصاده حصادا متميزا. إذا خرج الحاج من المنزل مودعا أهله، قبل أن يصل إلى المطار بدأت حجته. بمجرد أن تخرج من المنزل أنت ضيف الله، لست بضيف عندما تدخل المسجد الحرام، أنت الآن صرت في ضيافة الله. قد تقول هذا المعنى شاعري، تريد أن تطيب خواطرنا؟ أبدا، هذا القرآن يقول: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إذن عندما تخرج من المنزل، نعم صرت مهاجرا. إذن لدى الخروج من المنزل، بعد أن أحدنا يحزم الحقائب يرتب الأمور، راجع كتاب مفاتيح الجنان، رحم الله هذا المؤلف القدير: أنا إن كان ولا بد أن أغبط أحدا من العلماء، أغبط صاحب هذا الكتاب. عدل القرآن الكريم، الآن عدل القرآن العترة، ولكن في عالم الكتب عدل القرآن مفاتيح الجنان. قد تدخل بيتا لا قرآن فيه ولكن فيه مفاتيح الجنان.
تذهب الحج لا تأخذ معك القرآن موجود في المسجد، تأخذ معك المفاتيح، أقول هذا الذي ينفعني في السفر. في فهرس المفاتيح هناك عنوان آداب السفر، تقريبا في وسط المفاتيح لما ينتهي الشيخ من أعمال الأشهر، كذا ترتيب المفاتيح، نصفه أعمال الأشهر والنصف الآخر زيارة المعصومين، بينهما آداب السفر. اتفاقا آداب بليغة، صلاة ركعتين وفيه دعاء. الآن تذهب إلى بغداد أيضا هذا سفر، لكن سفر الحج والعمرة ومشهد وغيره يختلف. حاول أن تقرأ آداب السفر والصلاة والدعاء الذي قبله. إذن هذه هي الخطوة الأولى، أن تخرج من المنزل للحج بهيئة عبادية. إذا وصلت المدينة ولا ملاحظة لا بأس بها، قلت حديثي تطبيقي ميداني، أنا كذا عادتي، الآن هذه العادة ليست مستحبة ولكنها جميلة، إذا عملت بها وحصلت على الفائدة ادعو لنا في موضعه. أنا عادتي عندما أصل المدينة، ليس لمكة مطار، المطار في المدينة أو جدة تذهب للمدينة، بمجرد أن تصل إلى الفندق أو المنزل اترك أثاثك جانبا، أو قل لأصحابك خذوا أثاثي للغرفة واذهب مسرعا إلى المسجد النبوي الحرام. اذهب شوقا، قل يا رب أنا لا أتحمل أكثر من هذا. البعض يصل يأكل طعاما ثقيلا، بعد الطعام ينتابه ثقل، بعد الثقل نوم، باليوم الثاني يذهب لزيارة النبي، أي شوق هذا؟ إذا جاء ولدك من السفر بعد سنوات من الهجران هكذا تعامله؟ يأتي من المطار إلى المنزل تتأخرين في لقائه، أو تذهبين شوقا إليه لاستقباله؟ إذا وجدت في قلبك شوقا للقاء رسول الله، اعلم أن النبي يشتاق إليك أيضا. لا أنسى أن في سفر من أسفار العمرة والحج لا أتذكر، أحدهم كان زائرا للمدينة لأول مرة وكله يطفح شوقا وحبا، قيل له دخلنا المدينة، الآن تدخل المدينة لا ترى شيئا، معالم المدينة تتضح عندما تقترب من المسجد النبوي الشريف. قيل له يا فلان دخلنا المدينة، وقف في الحافلة وأخذ يبكي بكاء مريرا يشبه بكاء الأم الثكلى، ثم أخذ يخاطب رسول الله. انظروا إلى أهل الذوق، الحج سفر العاشقين. نعم، إذا أردنا أن نؤلف كتابا عن الحج نكتب الحج سفر العاشقين. قام أمام الناس بالحافلة وهو يصرخ ويبكي، وفي أثناء الكلام قال يا رسول الله أكرم الضيف ولو كان كافرا وأنا لست بكافر، جئتك مؤمنا مواليا محبا. يعني رسول الله لا يسمع هذا الكلام، أكرم الضيف ولو كان كافرا. ما هذا المنطق الجميل يا رسول الله؟ إذا جاء مشرك وقال يا رسول الله أريد أن أعلم ما هو الإسلام، لم يسلم، أبلغه مأمنه، أوصله إلى منزله، هذا ضيفك يا رسول الله. جاءك مستفهما، جاءك يطلب معنى الإسلام، لم يسلم،
ولكن أوصله إلى منزله سالما غانما. أنا أقول يا رسول الله أنا أقل من هذا الكافر، نعم، فأجره اجعله في جوارك حتى يسمع كلام الله. آية بليغة جدا، ممكن أن تنسج عليها قصة عاطفية مع رسول الله. الشاهد إذا وصلت المدينة انظر إلى قلبك، رأيت في قلبك شوقا، اعلم أن النبي يشتاق إليك. هذا المعنى اجعلوه في بالك، وما نقوله الآن ينفعك في المشاهد أيضا لا في الحج والعمرة. أنتم بحمد الله أهل الزيارات، بعض منكم يزور الحسين عليه السلام في كل أسبوع. الزيارة المثلى، الزيارة النموذجية كما يقال، هي الزيارة الأولى والأخيرة، وما بينهما متوسطات. أبلغ الزيارات أول الزيارة، فيها شوق شديد، وأفضل الزيارات آخر الزيارة، فيها حزن شديد. الزيارة الأولى شوقية والأخيرة وداعية. يقولون أهل المعرفة صاحب الصلاة الخاشعة لا يسهو. هذه الشكيات لعوام الناس، أي شك؟ الركعة الأولى فيها أجواء، الثانية فيها أجواء. أنا مثلت ذلك بمثابة من يدخل البستان، في كل منطقة زهرة من نوع معين لا يشك في العدد. ركعة الأولى فيها شوق، الثانية فيها مناجات، القنوت مثلا علامة. الركعة الثالثة تسبيحات، التسبيحات الأربع. الركعة الأخيرة فيها ألم الفراق. كيف يسهو؟ رأى نفسه مشتاقا في الأولى، رأى نفسه مناجيا في الثانية، وهكذا. إذن الزيارة الأولى مغتنمة والأخيرة مغتنمة. ما تريد أن تأخذه من المعصوم في هاتين الزيارتين؟ إذن دخلنا المسجد النبوي، ماذا نعمل الآن؟ الذي قيل في الكتب هذا المعنى جيد أن تلتزمون به، بعض الحجاج، بعض المعتمرين، بعض الزوار يدخل من باب الرأس الشريف في كربلاء مثلا، يدخل على الضريح وكأنه دخل على أهله. أين ابن الدخول؟ أين أدب الزيارة؟ أنت تقول أدخل يا الله، حصلت على الإذن؟ لا. قد تقول يأتيني جبرائيل؟ لا، هذه العين تأذن لك. إن وجدت في عينك ولو بمقدار جناح بعوضة، هذه علامة الإذن. ولهذا قف أمام باب جبرائيل، باب السلام، لا أدري من أي باب تدخل، لا تستعجل، خذ جولة في ساحة المسجد النبوي، هيئ نفسك. رأيتم الرياضيين قبل الدخول في المباراة اصطلاح التسخين، يسخن نفسه، يهيئ نفسه. تمشى حول الحرم، انظر إلى قلبك، رأيت رقة، الآن اطرق باب النبي، إن جرت الدمعة ادخل، وتوجه إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعد الزيارة المأثورة، قل يا رسول الله زيارة شعبية، لعل هذه الزيارة الشعبية تقبل أكثر من الزيارة الرسمية. قل يا رسول الله جئتك معتذرا. نعم، طالما آذيتك بفعلي بقولي، إن الذين يؤذون الله ورسوله، نعم، الذي آذى رسول الله ليس المنافقين في صدر الإسلام،
أنت المرأة لا سمح الله بهذا التبرج أدخلت حزنا على قلب رسول الله. المختار، المخالف، النمام، المهم، كل من يعمل مخالفة أدخل على قلب رسول الله وهنا. قد تقول أيضا كلام شاعري تريد أن تخيفنا، لا، الرواية موجودة في كتبنا الروائية، أنا رأيت الرواية بنفسي ينقلها صاحب البحار رحمه الله. الإمام الصادق رأى أحدهم، معنى الرواية قال أنا الآن، أنا اليوم يعني مسرور بك، الذي جرى؟ قال وصلت ابن عمك، أنا أسررت بهذا العمل، دون أن يقول للإمام شيئا، كما يفرح الصادق عليه السلام بصلة الرحم، إمام زمانك أيضا يفرح بصلة الرحم، بقرينة المقابلة كما يفرح بصلة الرحم أيضا يحزن بقطع الرحم. إذن أدخل عليهم السرور ولا تدخل عليهم الهم والغم. إذن قل يا رسول الله جئتك معتذرا، ثم قدم لرسول الله هدية. هديتك ماذا؟ الدرهم والدينار. رسول الله في مقعد صدق عند الملك المقتدر، ما الذي يغريه؟ يغريه، قلوا معي جيدا، أن تقدم لرسول الله ركعتين خاشعتين. إن وفقت لركعتين خاشعتين قل يا رسول الله أنا من أمتك، أنا من تربيتك، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنا بحمد الله قدمت لك هذه الهدية. اتفاقا بعد ركعتي الزيارة هناك دعاء، اللهم إني قد صل هذه هدية مني لكذا، وقد علمت أن الصلاة والركوع إلى آخره، هناك دعاء بعد الركعتين التزم بها. إذن قدم ركعتين خاشعتين في الروضة عند إسطوانة التوبة، ركعتان خاشعتان، نفسك لا تحدث بغير الله ورسوله. هذه تقريبا أدب من الآداب، أذكر أدبا وأنهي الحديث. إذا ذهبت للبقيع أعلم قدر ما أنت فيه. كربلاء والنجف فيه معصوم واحد، سامراء وبغداد فيهما معصومان، ولكن عند أئمة البقيع الحسن في جانب، الإمام السجاد ابن الحسين الشهيد في جانب، الصادقان أمامك، يا لها من بقعة، يعني ثلث أئمة أهل البيت وأنت أمامهم. وأنا أختمها بموقف معبر، نحن طالما دخلنا البقيع، البعض يدخل البقيع بحذائه يصل إلى قريب القبور، ينظر إلى الحمام، ينظر إلى الشرطة، ينظر إلى الزوار، يرى صديقه يسلم عليه بحرارة، يضحك إلى آخره. أحد كبار علمائنا، سمعت من ولده، رأيت ذلك العالم، ولكن ولده قال لي والدي ذهب الحج لأول مرة، يعني ذهب إلى المدينة لأول مرة، لم يعتمر يبدو. يقول أخذناه إلى البقيع، قلنا هنا البقيع، قال أين قبور أئمتي وهم من سادة رسول الله ذريته، قال أين قبور أجدادي، قلنا هذه الحجارة، فجلس على الأرض، جلس أو كذا بكى كثيرا وقال ليتني كنت أعمى ولم أرى هذه المناظر، ولدي أخرجني من البقيع، وما عاد للزيارة أبدا. قال لها تحمل،
هذه القبور المهدومة أنظر إليها لا أتحمل. يبدو خرج ولم يعد. هذه العاطفة، هذه لعلها أفضل زيارة لأئمة البقيع. قال: ليتني كنت أعمى ولم أرى هذا المنظر. إذن إذا زرت أئمة البقيع استشعر هذا المعنى. لو أن إنسان هتك قبر والدك، هناك شاهد على القبر، شاهد بسيط، ذهبت اليوم قيل فلان كسر الشاهد تحديا لك، ألا تبكي عند قبر أبيك؟ من الذي تجاسر على قبر والدي؟ وهذه القباب المشيدة هدمت، هذا هين، هذا الهتك هين. ولهذا يجعل شطرا من بكائك من حزنك على ما جرى في هذه البقعة الطاهرة. هذه ختام أحد العلماء يقول: لو كشف لك الغطاء في البقيع لرأيت ما رأيت، الملائكة المحدقة بقبر الحسين عليه السلام هي المحدقة بقبر الإمام المجتبى. على كل نختنم كل هذه الفرص، نكتفي بهذا المقدار، وأؤكد أن الحج سفر العشاق. سأل الله عز وجل أن يهبك قلبا عاشقا، إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك، اجعل حجتنا هذه خير حجة. من لم يرزق حج بيت ربيه، اللهم ارزقنا حج بيتك في الأعوام القادمة بخير وعافية. أرنا في سفرنا هذا وجه وليك، أرضه عنا بما شئت، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصبر.